جميع المشاهد في هذا البرنامج تمت بموافقة المشاركين بهدف تعزيز ثقافة العطاء بين أبناء المجتمع. وشكراً لجميع فاعلي الخير الذين ساهموا في هذا البرنامج. وسط زحمة الحياة بتلقانا في كل مكان، نتبع أحلامك البعيدة ونقترب من قصصك الملهمة، ولحظة ما نلقاك بتبدأ رحلة الأحلام وبنقول لك تم. رحلة من العطاء قضيناها مع أبطال هذا الموسم، شخصيات كثيرة مرت علينا وتركت في نفوسنا أثر كبير، منهم المكافح والمربي والصبور، منهم اللي ضحى بكل ما عنده، ومنهم من تمسك بالأمل حتى آخر رمق. علمونا دروس وعبر وكانوا هم المكسب الحقيقي. هذا الموسم كان تحدي كبير، حاولنا نقدم فيه عمل مختلف، قبلنا التحدي وتوكلنا على رب العالمين، وكان دافعنا هو رسم الابتسامة وزرع الفرحة في قلوب الناس اللي تستحقها، وتعزيز قيم العطاء في المجتمع. وبتوفيق من الله قدرنا نسعد أكثر من 200 حالة مختلفة على مدى موسمين متتاليين، وهالشي ما كان راح يصير لولا تيسير رب العالمين ومساهمات فاعلين الخير اللي فاجئونا بكرمهم وعطائهم، وقدرنا نكون معاهم يد واحدة تعمل لتحقيق أحلام وآمال وطموح لأشخاص ما تخلوا عن الأمل وفتح أبواب من الخير ظن أصحابها إنها ما راح تنفتح. الأثر الكبير اللي تركه الموسم الأول خلانا نقرر نستمر في العطاء، لما شفنا أثر الخير وشلون كان سبب في تغيير حياة الكثيرين للأفضل. خلونا نرجع بذكرياتنا للموسم الأول. سعود، الطفل اللي منعته مشكلته الصحية من الانضمام للدراسة مع منهم في سنه، تم تهيئة صف دراسي له في المنزل وتوفير مدرسين خصوصيين لتدريسه المنهج بالكامل. ما تدرون ايش كثر الدراسة مهمة كانت حق سعود. شكراً وايد، ما قصرتوا. سعود اليوم صار قادر على الكتابة والقراءة، وبإذن الله هالسنة بيرجع ينضم لمقاعد الدراسة بدون ما يتأخر عن باقي زملائه. مع برنامج سام سوالي صاف، احنا اتعلم وادرس واكتب في السبورة يا بولي معلم، احنا عارف اقرا عارف اكتب، يوم حطاني في التلفزيون الناس صاروا يحبوني. عقب برنامج تم سعود صار اختلف، يعني تغير ازيد، صار انه يتعلم ازيد، يقرا يكتب، صار يعني الاشياء اللي يقراها يخبرنا عنها يسال عنها وايد. والله الحلقه ايجابيه كانت، الكل استانس له. من ينسى ميقات اللي حملت هم أكبر من عمرها، كونها تعيل 6 أفراد من أسرتها براتبها المتواضع. ميقات اليوم انفتحت لها أبواب من الخير وتغيرت حياتها للأفضل، والحمد لله بعد عرض الحلقة حصلت على وظيفة. أول شيء بداية البرنامج كان شيء كلش ما توقعت يعني في حياتي إنه يصير شيء كذي يعني، ولما صار البرنامج
خذيت لي يمكن 3 لـ 4 شهور على أساس أن أنا أستوعب اللي صار لي، لأن كنت متعودة على شيء معين في حياتي. وهو أردي البرنامج يعني يفتح يعني مجال وايد عود حق الناس أنهم يفكرون في شنو يعني معنات أن الواحد يعطي، شنو معنات أن الواحد يسوي شيء حلو في حياته. يمكن عقب البرنامج تأثرت أكثر، صرت أعطي أكثر، صرت أحب الحياة بشكل أكبر، لدرجة أن عقب البرنامج بكم شهر كذي كونت فريق ورحنا حق ناس وحاولنا أن احنا نسوي لهم شيء، وفعلا قدرنا يعني ننقذ يمكن 8-9 عوائل. العمل كان هدفه الخير بالدرجة الأولى، وكان من واجبنا أن نسعى ونبحث عن أشخاص تسعى وتكافح كل يوم، نلهمكم بقصصهم ونكون لهم عون في تحقيق كل ما يتمنونه. عملية الاختيار طويلة ومتشعبة، فبعد ما يتم جمع الحالات من قبل عدة مصادر، يتم جمع باقي التفاصيل والمعلومات عنها عن طريق فريق بحث مختص بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية. بعدها يتم اختيار الحالة للظهور في البرنامج بناء على عدة عوامل، أهمها القيمة اللي تحملها. تمر الحالة بعدها على عدة جهات للتأكد من سلامة مستنداتها ومدى أحقيتها بالمساعدة. في حالات كثيرة أقبلت تشارك الرحلة ووافقوا على الظهور معانا في البرنامج، وفي حالات أخرى فضلت عدم الظهور لأسباب خاصة، احترمنا خصوصيتهم وتم تسليمهم كافة المبالغ والمكافآت بدون عرضهم في البرنامج. تفضلي، هذه هدية لها. تفضلي، هاي المبلغ بيغطي التزاماتك المادية إن شاء الله. ما عليك شر يمه. تفضلي، هاي تكلفة العلاج بالكامل. هاي تكلفة تسديد قرضك بالكامل. تم، هاي تكلفة رأس المال اللي تحتاجينه عشان بإذن الله تقدرين ترجعين تفتحين مشروعك مرة ثانية. تفضلي، هاي تكلفة تمويل مشروع الحلويات اللي حابة تبتدينه. الأيام اللي قضاها فريق العمل بالتحضير ما خلت من التحديات والمواقف الطريفة. شكرا لكم، لكل قصة ولكل حلم، لكل ضحكة ولكل دمعة، شكرا لكل دعوة صادقة، وبإذن الله بتبقى هذه الأرض أرض البحرين، أرض الكرم والخير. ونقول لكم تم.
عطاك من عطا ربك لأحبابك ومن حبك وشمس الهم تغربك تشرق شمس اسمها تم وفيك الطيب يا الطيب وفيك الحب يا حبيب نبي نشوفك ولا تغيب ولا تهتم عشان الخير يحوينا بننشر حب حوالينا ونبني المجد ويبنينا وكل الناس تتبسم وكل